السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم متابعينا الكرام. هنشوف مع بعض وهتتابعوا معانا جميع مراحل زراعة البرسيم الحجازي داخل أجهزة الري المحوري البيفوت على أكثر من فيديو. تابعوا معانا. إيه هي أفضل تربة لنمو البرسيم؟ طبعا لازم أول حاجة تكون عندي، يعني أحاول بقدر المستطاع إن الرشاش عندي يكون بشكل إلى حد ما مستوي بقدر الإمكان. زي ما احنا شايفين الأرض قبل الزراعة والأرض بعد الزراعة، فإذا كانت الأرض مستوية بشكل كويس نضمن توزيع كويس للبذور وعدم انجرافها أثناء تشغيل الري. أفضل تربة لنمو البرسيم هي التربة التقيلة شوية، مش التقيلة قوي اللي تحتفظ بالمية وتسبب لي عفان جذور، ومش التربة الرملية قوي اللي ما تحتفظش بالمية، لأن طبعا التربة الرملية بتعمل لي مشكلة كبيرة أثناء الصيف لعدم احتفاظها بالمية. فيفضل كده التربة الوسط بين الرملية وبين الطينية، لا رملية قوي ولا طينية قوي. كمية المية بقى اللي هنا عليها خلاف كبير بين كل المهندسين والمزارعين لزراعة المهتمين بزراعة البرسيم، البرسيم بيحتاج مية قد إيه؟ لازم يكون في حساباتنا إن هكتار البرسيم بيحتاج من 20 جالون في الشتاء و50 جالون في الصيف، ففي فرق كبير في احتياجه المائي. فأنا يعني بحسب وبأكد حساباتي على احتياجات البرسيم أثناء الصيف علشان أضمن نموه كويس في الصيف. ما جيش أحسب على 20 جالون وأقول المهندس قال 20 جالون، يبقى احنا متفقين إنه في الشتاء أنا محتاج 20 جالون، ولكن في الصيف أقل شيء 50 جالون في الدقيقة من المية. طب في الشتاء كمية المية الكبيرة دي أنا كده هوقف، مش هشغل كتير، مش هحتاج أشغل ليل نهار، مش هحتاج أشغل الرشاش كل يوم، وبالتالي اقدر برضو استغل كمية المية اللي انا كنت بحطها لجهاز الري المحوري بتاعي في زراعة جهاز ري محوري تاني ممكن بالمحاصيل الشتوية زي القمح وزي الشعير وزي البطاطس ايا كان المحصول، فاقدر استغل المية بتاعتي اللي الزيادة عندي دي وازرعها في رشاش تاني ممكن نفس المساحة او اكبر كمان، وممكن اعيد تاني البرمجة بتاعتي على الرشاش بتاعي اللي انا كنت مظبطها واشتغل على الرشاشين يشتغلوا في وقت واحد، او اسوي البرمجة هنا يشتغل الرشاش لوحده يوم والرشاش التاني لوحده يوم تاني، واضمن كده افضل استفادة من مياه الري اللي موجودة عندي. نقطة مهمة كمان برضو عليها خلاف، معدل التقاوي اللي بيحتاجه هكتار البرسيم. فهنلاقي ان في ناس كتيرة بتقول 40، وفي ناس كتيرة بتقول 50، وناس كتيرة بتقول 60 كيلو للهكتار. هنقول ان اذا كانت البضارة بتاعتنا هوائية والتربة بتاعتنا خالية من الحشائش، فممكن نقول من 40 ل 50 كيلو برسيم للهكتار. اذا كانت الارض بتاعتنا قديمة وفيها حشائش كتير يفضل فيها زيادة معدل البرسيم ل 60 كيلو للهكتار الواحد. نقطة مهمة كمان لازم ناخد بالنا منها اللي هي توزين البضارة اللي هنزرع بيها، لازم نكون موزنينها بشكل مثالي وبشكل مظبوط ودقيق علشان نضمن توزيع كامل البذور بشكل متناسق على كامل محيط الدايرة بتاعتي اللي هي جهاز الري المحوري بشكل متجانس وبكفاءة عالية جدا. وعلشان تعرف ازاي بتوزن البضارة بتاعتنا علشان تضمن انك توزع كمية البذور اللي انت راصدها لمساحة الرشاش بتاعتك، فتابع معايا الفيديو اللي بيظهر معاك فوق ده. ازاي نخدم ونجهز الارض للزراعة؟ الارض بتاعتنا ايا كانت التربة بتاعتنا احنا بنحرث الارض وشين، وش دائري ووش بالعرض. اذا الارض كويسة ومفكوكة بنكتفي،
إذا الأرض بتاعتي مش مفكوكة وبشكل كويس زي ما احنا شايفين، التربة لازم تكون مفكوكة بشكل حلو قوي وبعمق ما لا يقل عن 20 سنتي التربة مفكوكة. يبقى هنرجع إذا وشين مش كافيين نحط وش ديسك، إذا الأرض متماسكة وتقيلة نجيب القلاب ونقلب الأرض بعد ما بندي الوشين وبعد ما بنحرت الأرض ونفككها بشكل كويس. آخر وش بيكون بالماسورة زي ما احنا شايفين. الماسورة بتساعد على تكسير كل القلاقيل اللي بتكون ظاهرة معايا إذا كانت التربة تقيلة، وكمان بتساعد على تسوية التربة بشكل كويس. الأماكن اللي هي المنحدرات البسيطة الماسورة بتجرف عليها الرمال وبتساعد على تسوية الرشاش بشكل كويس. خلصنا وجهزنا الأرض وفككناها بشكل كويس وحددنا احتياجاتنا المائية والتربة اللي هنزرع فيها، جينا لوقت الزراعة. قبل ما ازرع انا حددت انا محتاج كام كيس للرشاش بتاعي ووزنت البدارة بتاعتي، وبعد ما خلصت التوزين انا حطيت المعدل الكيماوي. البدارة بيكون فيها الكيماويات بتاعتنا، والاسمدة بيكون فيها الاسمدة بتاعتنا اللي احنا حطيناها اثناء الزراعة وبنحط فيها البذور. وزرعنا. بنحط في البدارة لكل هكتار 100 كيلو داب اللي هو السوبر فوسفات، 18-46% فوسفور، 18 نيتروجين. السوبر فوسفات أو ما يسمى الداب عندنا في الخليج. طبعا كل ده بيكون في البدارة وبيتوزن، وطبعا عملت لكم فيديو ازاي بنوزن البدارة، بنوزن البذور وبنوزن الأسمدة علشان نضمن توزيع مثالي للأسمدة والبذور. طيب أنا بزرع جهاز الري البيفوت بتاعي، الرشاش بتاعي في البرسيم، وجه واحد ولا وجهين؟ هنا برضو نقطة خلاف كبيرة بين كل المزارعين والمهندسين، ولكن الأفضل والصح وخصوصا إذا كانت البدارة التومي زي اللي احنا بنزرع بيها دي وزي اللي أنا وزنتها لكم، يفضل الزراعة وجهين. أما إذا كانت البدارة هوائي وبنضمن فيها توزيع مثالي للبذور، فأنا ممكن نكتفي بوش واحد أثناء الزراعة. أما البدارة التومي يفضل زراعة البرسيم وشين. وأنا بشكل خاص بفضل زراعة البرسيم وكل المحاصيل اللي البذور بتاعتها زي البرسيم صغيرة قوي، والرودس والبونيكام والبلوبينك بيفضل زراعتها وشين. أنا بفضل زراعتها وشين، وش بالعرض ووش دائري زي ما انتوا هتشوفوا معانا دلوقتي. احنا خلصنا وش وشغالين في الوش التاني متعامدين على بعض. خلص الوش الدائري ودلوقتي شغالين بالعرض. اي واحد فيهم الاول مش هتفرق كتير، ممكن اخد الاتنين دائري برضو مش مشكلة، بس ولكن الاتنين على بعض دائري بيكون فيها صعوبة ان العامل يشوف الوش الاول من الوش التاني. فافضل الزراعة على وشين زي ما احنا شايفين بتكون واضحة معانا بالشكل ده. بعد الانتهاء من الزراعة، انا دلوقتي زرعت وجهاز الري بتاعي جاهز وتم صيانته بشكل كويس وخلصت وشين الزراعة بتوعي، ايه اللي بيحصل؟ اول حاجة احنا بنشغل جهاز الري المحوري على اسرع سرعة نقدر نشغله عليها. ليه؟ طبعا علشان اذا المية تقيلة فهتساعد على انجراف البذور او انكشافها وانكشاف التربة من عليها، وان البذور ممكن الهواء يلعب بيها. المية التقيلة هتساعد على انجراف البذور وانكشافها وان هي تتكشف للشمس. أما الرية السريعة فهتكون خفيفة وسريعة، بتثبت التربة على البذور
بتمنع انجرافها مباشرة. البذرة بتخرج مادة لزجة تعمل على تماسك البذور في مكانها وتمنع انجرافها حتى لو اشتغلت عليها بالغمر. فيفضل تشغيل جهاز الري المحوري أول دورة تكون على أسرع سرعة. بعد تشغيل أسرع سرعة دورة واحدة برجع أشغل الرشاش بتاعي على السرعة اللي أنا بشغله عليها، وعلى حسب طبعا كمية المياه داخل جهاز الري المحوري. بعد مرور من 3 أيام لست أيام بتكون تمت عندي عملية الإنبات بشكل كبير. بعدها ببدأ أتحكم شوية في عملية الري، ونبدأ نشوف فيديو تاني بإذن الله، لأن الفيديو طول. بنعمل فيديو تاني بعد أسبوع من الزراعة. وأشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.